صباح الخير. بداية ربما، ما هي أسعار الماشية اليوم بسوق البريم بالجلفة؟ لازلنا متواجدين في سوق البيرين لولاية الجلفة، سوق المواشي بالبيرين، أين نحاول رصد أسعار المواشي وأضاحي عيد الأضحى المبارك. الآن معنا موال الحاج، قلنا يعني هذا الكباش شحال راهم يديروا؟ السلام عليكم. الكباش هذا معدينا 44، والأسوام راهي منخفضة جدا، الأعلاف غالية بزاف، السوق راه زايد في تدني برك، ما كاش يعني. انت راك راضي بهذا السعر تبيع ولا لا؟ ما نبيعش، مازال الدراهم تاعو ما كاش. طالبين حوالي 47 48. اذا كما تلاحظون هذه الكباش، كما راكم تشوفوا هذا الكباش مدوا فيهم 44، وانت راك طالب اكثر، حوالي 47 48. اذا هو طالب 47 48 الف دينار جزائري. ان شاء الله ربي يجيب الخير. ان شاء الله ان شاء الله. الآن ننتقل إلى موال آخر إن شاء الله ونشوف أسعار المواشي. معنا موال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شحال مدو في الكباش؟ هذا طالنا 27. وراك راضي ولا؟ ها؟ راك قابل السعر هذا ولا راك طالب؟ راني قابل ما كان أكثر الأول. ها؟ راني قابل. وعجبك السعر هذا 27؟ يا خيرك يا رب. اذا كما رانا نشوفوا هذا الكباش 27 الف دينار جزائري، 2 ملايين و700 سنتيم. كاين يعني اقل من هذا السعر ولا؟ كاين ان شاء الله على ما اروى. كما تشوفوا يعني هذا الكباش راهي ب 27 الف دينار جزائري، ومولاها راه قابل هذا السعر وان شاء الله يبيع ان شاء الله. نشوفوا موالين واحد اخرين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الكباش هذا شحال عطاو فيهم؟ هذو تباعوا خرافات هذا. شحال تباعوا؟ لا بالي. اقل 28. 28. ها هو السوق رخيص. خروفه هذه خروفه. عندها عندها. اذا هذو الكباش تباعوا ب 28 خروف. خروفه خروفه. 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 هذه خروفه. 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 خروف راه وين ولا رخيص، راه السوق المولى راهم يخلوا الدراهم كبيره بزاف. نشوفوا كيباش واحد اخرى ان شاء الله. روح روح. السلام عليكم. السلام ورحمه. انت صاحب هذا الكيباش؟ قلنا هذا شحال عطاو فيهم؟ راه في 52. راك قابل بهذا الشهر؟ مانيش قابل به. علاش؟ راني موكل بزاف. على الماكله. كاينه سعيده يسولها سعيد طالب. انا يا جماعه اخرين بعتهم بواحد 60، بعتهم بواحد 60. هذا السعر هذا الكباش هما يعني من اكبر الكباش، هما الكبار. السعر اللي راهم يدوروا فيه يعني شحال؟ هما عدوا سبعه ونص، على حسب المخرج اللي خرجته انا. يعني نشوفوا الان مشترين. السلام عليكم. سلام صحه. سلام صحه. انت جيت تشري؟ المهم انا ابن المنطقه انايا. الله يبارك. كيف راك تشوف السوق اليوم؟ السوق مش غالي بصح، كي قارنوه بحبح هو وبوق الزول نلقوه اليوم شويه طالع على سوق بحسي بحبح وبوق الزول. كيف يعني اسعار الكباش شحال راهي تتراوح بين وبين؟ كما في سيدي عيسى وصل حتى ب 12 11 جمله. هنا ما شفتوش. اوكي راه ورا. فاهم؟ المهم هنايا سلك على بحبح وبوق الزول. يعني مقارنة بالعام اللي فات، العام هذا مليح والأهبط ولا طلع؟ هبط عن العام اللي فات، تلقى حاجة ديفيرونس موش بزاف زاف. تلقى ديفيرونس. مرصد رأي يعني مشتري واحد آخر؟ راه مرة هندي طايب 13 مليون. كاين بطريز. صح سلعة. وكاين بثلاثة بربعة. مش مقياس. مش مقياس تاع السوق. مش مقياس. حنا نخزنوا العامة اللي في متناول الأضحية. اللي قادر العامة اللي ناوي يضحي في متناول يعني في متناول الجميع اللي عنده ما نقولوا 3 ملايين ونص يعيد لاباس. هذه الله يبارك فيك. نروح نشوفوا. متشرفين بكم ان شاء الله. الله يبارك. نروح نشوفوا يعني كيباش واحد اخرى. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم الحاج. قلنا هذا الكباش شحال عطاو فيه؟ عطاونا 46 ونص. وراك قابل بالسعر هذا؟ مازال. اش حرك طالب ان شاء الله؟ طالب 5 ملايين الا جاب ان شاء الله. ان شاء الله. علاش يعني رانا نشوفوا المواطن يعني يطلب سعر رخيص والموال يطلب سعر اغلى؟ علاش راكم؟ طالب الماكله راك عارف راه عاد من العيد تاع الاول للعيد تاع السنه راه ماكلين اكثر منه. نشوفوا راي موال اخر. خويا واش شحال عطاوك اليوم في الكباش نتاعك؟ هذا شحال؟ هاك شوف عطاونا 46. ما راكش قابل بهذا السعر؟ لا ما نقبلوش بهذا السعر. شحال طالب؟
كيما قال لك خمسة العلف غالي ولا يعني غالبية الموالين كيما رانا نشوفوا يعني ماهمش قابلين بالأسعار اللي راهم يساوموا بهم نظرا لغلاء الأعلاف وتكاليف إطعام المواشي. نشوفوا يعني نشوفوا مشترين. خويا أنت راك مشتري؟ أولا بائع. إيه بائع. نشوفوا كاش مشترين. السلام عليكم. أنت تاكل كبش هذا ولا؟ لا أنا نشري شحال راك عاطي فيها؟ راهي 64 ولا شحال؟ لا 62 62 عطيني 62 رضاك يعني هذا السعر ولا؟ مازال يا شيخ شحال مازال قلت لهم 65 ان شاء الله. انت شحال راك حاب تشري؟ حنا نشرو كيما شرا الصوب كيما دار الصوب 62 اذا كيما رانا نشوفوا هذا الكبش راه طالبين فيه 62 عاطين فيه 62 لكن مولاه راه طالب 65 الله يبارك الله يبارك حاجه شوفوا على جهه خلي يصور الله يبارك هاني على العموم أسعار الكباش تتراوح بين 22 ألف دينار حتى 60 ألف دينار 70 ألف دينار لكن الملاحظ أنه الموال طالب سعر غالي والمواطن طالب سعر رخيص وبين هذا وذاك يعني السوق يعرف حال تروكود هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية نشوفوا واحد اخرين السلام عليكم السلام عليكم الحاج الحاج شحال عطاو في هذا 23 23000 دينار جزائري وراك قابل بهذا السعر الحاج قابلين بها وراه تعبانين عليه تعبانين عندنا عام وحنا نخدموا فيه علاش يعني رانا نشوفوا باللي المواطن ماهوش راضي بالسعر والمول ماهوش قابل المول راه خدام راه تعبان عليه المول راه تعبان عليه كما العام هذا مقارنه بالعام اللي فات يا اللي احنا راه الماكله غاليه كلش غالي والتعب والخدام وكلش غالي والاسعار نتاع الماء العام اللي فات والعام هذا كيف عادي كيف كما راكم تشوفوا هذا الكباش عطاو فيهم 23 ألف دينار جزائري ومولاهم ماهوش قابل شحال راك طالب الحاج في هذا ان شاء الله 25 انت الفرق بين السعر اللي يمدوا المواطن والسعر اللي يمدوا الموال حوالي 2000 دينار جزائري ما تخرجوش 2000 ما تخرجوش نشوفوا جهه واحده اخرى شوفوا هذو يعني الحجم صغير مقارنه بباقي الكباش السلام عليكم شحال عطاو فيها هذه عطاو لي 1800 خويا 1800 راك قابل ولا لا راني قابل 1800 اللي بعتها ب 1800 هذا كلهم راه عندنا باطل حلو بعد علاش ما بعت ب 18 علاش ما بعتش يلا قلب هذا هو السوق هذا هو السوق يلا قلب هذا ولا عقد قابل ب 18 18 قابل اللي خلينا وبانا انا خلينا وبانا إذا كما لاحظنا يعني أرخص كبش هنا في سوق البيرين 18 ألف دينار جزائري وأغلى كبش حوالي 56 ألف إلى 60 ألف دينار جزائري لكن الملاحظ أنه المواطنين ما يحبوش يشريوا والموالين ما يحبوش يبيعوا زيدوا نشوفوا كيفاش باش نرصدوا اراء واحدة السلام عليكم السلام ورحمة الله بائع ولا مشتري؟ انا بائع كيفاش راه السوق اليوم؟ شوية الكباش يعني ارخص كبش 18 ألف دينار جزائري واغلى كبش ب 60 ألف ايه تبيع انت يعني واش رايك على هذه الاسعار؟ ما عادش راضي بهم علاش؟ السوق راه شوية برا روح شوية برا الله يبارك روح نشوفوا نرصدوا اراء واحد اخرين ان شاء الله السلام عليكم الحاج نتاعك هالكباش كيفاش راك تشوف السوق اليوم الحاج؟ ما نعرف نشوفوا اراء واحد اخرين ان شاء الله السلام عليكم الكباش هذا شحال عطاو فيه؟ والله ماني عارف سقسيمو لهم ظلام صباح نشوف السلام عليكم صورني معاهم 37 70 راك راضي راك قابل بهذا السعر ولا لا؟ لا لا علاش؟ باه النهارده باه نشوف ايوا علاش ما راكش قابل يا بهذا السعر؟ ما نلحقش دراهم مازال ما نلحقش دراهم
اي كما راكم تشوفوا هذا الكبش طلبوا فيه 37700 راهم ب 37700 وانت شحال طلبت؟ مازال ما فايت طالب فايت الربع ان شاء الله. ان شاء الله ربي يجيب السخاء. الماء راه مش غالي. مش غالي والله. قال لي مش عابي عيط. الماء مش غالي. العام اللي فيه دار هذا الساوم دار اكثر من ذا سوم. دار اكثر من ذا سوم. العام اللي فيه دار اكثر من ذا سوم. وشنا راه يدور العام اللي فيه. وشنا راك تشوف. اذا يعني غالبيه الموالين راهم يقولوا بلي اسعار الكباش هذه السنه منخفضه مقارنه بالسنه الماضيه رغم ارتفاع تكاليف العلف وتكاليف الانتاج. صح صح. والحمد لله الصحه. نشوفوا اراء موالين اخرين وهذا تاع منهم الله اعلم. هذه كيباش من السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خويا عطوني 37 و70 38 قل 30. راك بايع ولا لا؟ مازال ما بعتش. شحال راك طالب؟ يا طالب من 4 ملايين لفوق. علاش ما راكش تشوف يعني السعر 4 ملايين في هذا الكيباش غالي؟ بس حنا من الموالين ما سلكناش. حنايا الموالين العلف غالي. خاله دار 350 المجبار دار 400 وزياده. الشعير يدير 400 لا قال ما نطلبوا من الدولة تعاوننا في الشعير وتعاوننا راها زوين قالية وتعاوننا باه تبقى الذروة تاع المال. الله يبارك. إذا كما شاهدتم مشاهدينا الكرام أسعار الكباش في سوق البريد للمواشي تتراوح بين 18000 دينار جزائري لأصغر كبش و 60000 دينار جزائري لأغلى كبش إلى حد الساعة، لكن الملاحظ أنه الموال يرفض البيع بهذه الأسعار والمشتري يرفض الشراء بهذه الأسعار، وبين هذا وذاك تعرف السوق حالة ركود كبيرة.